تتميز الحالة الجوية خلال هذه الأيام ب يعني تمركز منخفض جوي فوق المغرب. هذا المنخفض الجوي أدى إلى أننا همنتنا أمطار في المناطق الشمالية وكذلك الوسطى للبلاد وانتقلت نحو المناطق الشرقية، وستستمر هذه الأمطار بحول خلال اليوم بالشمال والشرق وكذلك وسط البلاد، وممكن تكون معتدلة في بعض المناطق خاصة المناطق ديال الشاوية والغرب واللوكوس وكذلك مناطق الريف والواجهة المتوسطية. يوم غادي بحول الله بعد الأمطار المتبقية غادي المناطق ديال الريف تايس الواجهة المتوسطية هيدا بالفوسفات اللوكوس وكذلك مرتفعات الأطلس، وابتداء من يوم السبت بحول الله فسيتجه الطقس نحو الاستقرار وغيبقى مستقر بحول الله خلال نهاية الأسبوع وبداية الأسبوع المقبل بحول الله مع ارتفاع تدريجي بدرجة الحرارة.